انا صرت عزمته نزل لي على الارض وقال لي بدي اتزوجك قال لهم يجوا لعنا على البيت اعطيهم عنوان البيت فانا كثير خجلت والبنات صاروا يصرخوا وقام قلت له ايه موافقه مرحبا كيفكم اليوم رجعت لكم بمقابله جديده بهي المقابله رح خلي البنات يعيشوا احلامهم رح ينخطبوا ويصير لهم مفاجاه ويتخيلوا ويعيشوا هذا الدور بس رح يكون مقلب باهلهم يعني رح تدق كل صبيه لاهلها وتخبرها انه في شخص تقدم لها بالشارع وهذا الحكي كله ونشوف ردة فعل الاهالي على هذا الموضوع فكملوا الحلقه الاخر بس ما تنسوا تحطوا لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس وخلونا نبلش مرحبا اهلين كيفك تمام شو اخبارك تمام نحن صرنا اصحاب بالمقابلات كل ما نشوفها بمجتمعنا طيب معناتها عادي يلا دق لأمه هيك بأرضه يلا قولي لها انخطبت بالشارع عرفتي هاي اللي بيوقعوا الكتب فجأة استاذي لأنه أنا لساتني عم بدرس يعني استاذك أوكي استاذي بالكورس لأنه هي بتعرف إني بالجامعة يلا اللي فاجأني قدام كل الطلاب واستحيت وقبلت وافقت إيه يلا مرحبا ماما ماما ليكي عندي خبرية كتير حلوة لإلك ما بعرف كتير متوترة فايتة بالحياة شايفة الأستاذي اللي بالكورس نزل لي على الأرض وقال لي بدي أتزوجك وأنت شريكة حياتي ومدري شو استحي طيب يلا تعالي على البيت بنحكي لا ما بنحكي يعني خبريني بدي أخبره هلأ عم يدق لي ما عم صرعني ماما ما بعرف شو صار له فجأة قال لي أنا بحبك وبدي أتزوجك وأنا قلت له إيه شو رأيك كيف قلت له إيه ما بتعرفي شو مين هو استاذي شو بك ما قلت لك عندي كورس شو بك محترم يا الله يا ماما المعهد كله لإله بجنن ايه ماما بس انا قلت له ايه يعني ما في مجال تفكروا خلص بدنا نتزوج ونجيب اولاد حلوين انا ليكي انا رايحه خلص رايحه من هلا انا خلص بترجعوا بتشوفوني ببيت جوزي بن الله ونعم الوكيل فيكم احنا منصه النيو دوز هيك اشتقنا شوي لبنتك عملنا معها مقابله توقعت يا البنت الله يخلي لك اياها يا رب بتشتغلي بتدرسي شو بتعملي ما بشتغل ولا بدرس حلو اخو رفيقتك اخو رفيقتي اجا وطلبك بالشارع وخجلتي وهيك يا بابا انا خجلت ووافقت شو بعمل يعني الو كيفك ابي هلا كنا ماشيين انا وامي باب توما قام اجا اخوها لرفيقتي وتقدم شو يعني؟ يعني خجلني شو خجلت؟ انه طلبني يعني بالشارع وافقت انا شلون؟ انت قلي شو ما بعرف انا وافقت لا امانه انت يعني هو ما بعرف انا كثير تلبكت وماما حتى تلبكت انبسطت كثير هيك قدام الناس حسيت حالي في فيلم تركي والله يعني والله لو انت كنت لو فرحت لي ليش هيك عم تحكي بابا؟ مذيعه لقدامك ولا مذيعه؟ لا والله مذيعه مذيعه سريعه بتاخذي لابي هي المذيعة أنا اللي عم بحكي وأنت مفكرني بنتك باخذيني مين بدك تقولي له؟ يعني معك بالمعهد بالكذا بالله إيه معي بالمعهد أنا بكالوريا لأنه بقول له إنه في واحد معجب فيني وأتقدم لي وأنا وافقت دغري من كثر ما تلبكت وكذا وهيك إيه ورفقاتي هيك حتحمسوا وكذا وكله صاروا يعيطوا وكذا وأنا كثير خجلت وقلت أكثر أوكي أوكي يلا يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيكم ماما انا بالمعهد كنت اجى شاب هذا رفيقي اللي بحكي لك عنه اجى تقدم لي قدام الكل قال لي انه بدي اخطبك وكذا فانا كثير خجلت والبنات صاروا يصرخوا وقام قلت له ايه موافقه ما اهلا وفق يا وجه القرد انه انا موافقه يعني ما بعرف تبكي كثير طيب بس لك ماما لا ماما هلا بدك لانه اخذ موعد امي كثير متلبكه قال بعد بكره بده يجي لعندي والله ما بعرف كله صار يصرخ وانا صرت من كثر ما تلبكت انه كله صرخ وهيك قلت له انا موافقه قال عملت مثل هدون تبع الهدون الرومانسيه وكذا انه ياي واو مدري شو امي بعد بكره مو لك امي بعد بكره شو بكي شو اعمل هو يعني انا يعني مو انه انبسطت من شيء بس انه هيك حسيت حالي بفيلم رومانسي بس بدنا نجي بنحكي بالتفاصيل يلا يعني عملنا فيكي مقلب ورواء ما في شيء شكلك متعوده على كثير على مقالبها قلت لي انا كل يومين بيجي واحد يكلمك ايه انت كل يومين بيجي فاهم انه الموضوع كثير عادي وايزي عندك مشكله هلا تعملي هيك مقلب صغير بامك انا اللي بدي اعمل مقلب بامي عادي عادي كل البنات شو سهل الموضوع عندهم طولي بالك لا شو تعملي بدي قلها عن بدي قلها بتقلي لها انه في حدا خطبك مفاجاه بالشارع وانت كثير خجلتي وياي ومدري شو وافقتي انا جاي هلا طالع من المعهد كنت عم تخانق انا كيفك مو الصبح قلت لك انه كانوا مسكر المعهد وعصبت لك ايه طلع الاستاذ جلال عمل لي مفاجاه سربرايز بالمعهد وقال في واحد متقدم لي لعندهم والمديره فرت الضحك ويي واو
يا امي شو بكي؟ عمل لك خطبوني. يا امي ترميني برخيص؟ ترميني برخيص؟ قل لهم يجوا لعنا على البيت، اعطيهم عنوان البيت، لكن امي معه مصاري. ها طب شو بكي؟ سبسبي احكي شي شغله، عيطوا علي. طب ايه شو هلا؟ قل له ايه ولا لا؟ لك ايه بس اجى الاستاذ جلال قال لي شو رايك فيه؟ قلت له ايه والله حلو كذا وهيك. لك ايه شو بكي؟ شو بكي؟ ما بدي اطلع مضيف الطيران، خلص بدي اسافر. لك ايه احسن شو بكي؟ ما هيك هيك عم تخانق انا وانت بالبيت كل النهار. لك وحياة الله فرحانين لك، هاي مرام ليك والله مكيفين. يلا خلص روحي باي. ايه ماشي يلا باي. انا مبدئيا انا ما فهمت شو من اللي قالته، يعني وافقت ولا لا؟ هي لا هي شوفي شو صار، عم تقول لي طولي بالك شغلي شوربه وهيك، قلت لها لا خلص بدي اياه، يعني قلت له الاستاذ الف مبروك يا رب. هيك هلا هيك وجهي رساله لامك هون وانت مخطوبه. انا ميح انا بدي اعمل، انا بس حاولت خلاص انا بدي اخلصك من المشاكل. قلت لها ترى حسافر وفل. انت المشاكل؟ ماني. نعم انت المشاكل؟ انا كثير متمشكله وياها بالبيت، كثير بعمل مشاكل. انا بنت وحيده لاهلي، عرفتي كيف؟ ما انا بتطفي. عندك مشكلة تدقي لأمك وتقولي لها أنا خطبت بالشارع؟ لا ماشي، دقي لها وقولي لها إنه في شاب طلبني بالشارع وقدام الكل وأنا خجلت وافقت. تقدر أنتو؟ أنا ما بخني. يلا جربي دقي. أي ماما كيفك؟ بدي أقول لك شغلة صارت معي. ماما أنا مشياني بالشارع، بتتذكري الشاب اللي حكيت لك عنه؟ إيه وقفني بالشارع ولبسني محبس، قال بده يخطبني وأنا ما قدرت أعمل شيء، لا أنا ولا زينب. ألو؟ خلص جد قفزت الخطوه وجهك، جد قيله مستحيل ترجع ترد علي، ما رح تصدقني بتعرفني كذابه. خلص خالصين نزعتي للمقلب. الله يسلم ايدك يا رب. الو كيفك ماما؟ ماما في واحد تقبل لي جارنا، تقدم لي جارنا دم صالون بالخطبه وانا وافقت، كان عامل لي مفاجاه كثير حلوه. امي لهيك عم تحكي معي؟ هاي فرحتي، يعني فرحه عمري. ماما ركع لي قدام رفقاتي، يعني اختجلت، يعني إلا لا ماني موافقة. بتقبلي اكسر بخاطرة؟ ليش هيك انتي أنانية؟ يعني أنا بدي إياه وبحبه وماني راجعة على البيت. إيه ماني راجعة، إذا شفتي وشي أنا صرت عزمته، صرت عزمته. وات؟ أنا قلتلك بدي إياه. لك هو عم قلك جارنا. ألو مرحبا، يعطيك العافية، نحنا كنا عم نعمل فيكي مقلب ومش الحال. يعني معقول تخطب؟ معقول بتعملها بنتك؟ ما انت مشان هيك عم تاخذي وتعطي بالموضوع، بس لو انت لو مصدقة اكيد مو هيك. ما الله يخلي لك ياها يا رب، شكرا كثير لك. رح تدقي لأمك وتقولي لها انه انت خطبتي بالشارع. تمام خلص تمام. ليش مفكرتهم حيقولوا لي لا؟ ليه؟ طيب عادي. ايه ماما شو بكي؟ نحن وماشيين بالشارع انا وشام رفيقتي، قام وقفني واحد وخطبني. ايه يو اخطبها وشغلت لي بالي. لك لا اسمعي، لك استعي اقول لك، احكي يا شام قليله. خالته ضلوا ساعه بالشارع يحاول يخطبني. فضحنا. ايه نزل على ركبته وقدم لي خاتم وكذا، وكثير خجلت رح موت. شو عملت؟ وينك ويا كذابه انت؟ والله بشارع الروضه انا حسيت حالي نهان وكمان مسلسل تركي. هو كثير حلو الشعور. حلو شو؟ نعم انا مرحبا. انا اختها للعريس. تشرف. حبيبه قلبي، ايمت بدنا نجي نخطبها للبنت؟ وانت ما بتطلع اهلا وسهلا. يعني فينا نجي هلا؟ لا هلا لا. ايمت نجي؟ بكره. مالي انا هيك عم عايشكم شعور انه انت مخطوبه. لا هو بس هيك مقلب صغير عادي. ما حبيتي؟ ما بدك تخطبيها؟ حبيت هالشعور. لا ما بدي خطبها. خلص انا موافقه امي. خلص خليها. طيب يا قلبي الله يخلي لك اياها يا رب. يا حزينه انت، ما رح لا تنخطبي ولا تتجوزي. الو الو هيك احذري مين شفت هلا؟ مين؟ بتتذكري نعيم؟ اللي حكى معك مره وقال لك انه بس يجي على سوريا بده يخطبني؟ اجى هو قال من فتره وهلا شافني بالصدفه انا وطالعه مع اليسار، فحكى لي انه هو ما رح يتردد ودغري يعني رح يجي يخطبني لانه بعد فتره مسافر. ان شاء الله. قام صرت قله انه ماما ما رح تقبل وهيك، قام قال لي لا بدها تقبل، هذيك مره حكيت معه وركع لي على الارض وقال لي هلا بجيب لك خاتم ودغري بيجي لعند امك وهيك. يلا انا نايمه. ايه يلا ماما ما فيني. قلت له ايه لانه خجلت منه. عم بنخطب انا، افهمي شوي.
سألت عليه كان معه رفيقه قام قلت له ايه موافقه اللي بكره جاي لعندك ان شاء الله ان شاء الله شو بدنا نعمل شو بدي اقول له هلا هو لساته معي لساته معي شو بدي اقول له قلت له ما بدنا نحن هلا اخذ خطوه ليش طيب هيك بس هو كثير حنيان هلا بعد ما نزل مالي حنيان دريان دريان ودريان انا ما بعرف شيء لحتى اشوف الوضع ابوك اللي بيحكي معك مو انت مو انا كمان لك وصار معه مصاري كثير لحق دغري بدي اشوف الشاب ما بدي اشوف الشاب لك بتعرفيه حباب كثير اي ان شاء الله بشوفه بس حسيت حالي بفيلم تركي بكره رح يجي لعنا ها يجي لا مو يجي يعني انا ما دخلني لك ما دخلني قلت له يجي يعني هو الحالتين رح يجي حتى لو قلت له يجي شوف ابوك انا ما دخلني والله امك ولا سائلة عليك روحي تجوزي وخطوة يمكن ما تدرى كيفكم؟ تمام هي المقابلة انه انا بدي اياكي تعملي مقلب بامك بس انتو اول شيء رفقة شو؟ تمام رفقة هنخليه حبيبك رح تدقي لامك وتقلي لها انه انت شو اسمك؟ بهجت ايه رح تقلي لها بهجت فاجأني يا ماما قدام الكل وبالشارع واجا طلبني وجايب لي خاتم الماس وانا وافقت جربي دقي لها الو ايه ماما كنا بالطريق تمام ما بعرف كيف هيك فجاه بهجت هيك ركع قدام العالم كلياتهم وطلع لي خاتم انه هيك بده يطلبني يعني فانا وافقت سمعتي اللي صار لون روعه على الاول مو حلو ولا ما حلو خلينا ياكي هاي مرحبا هلا عادي تخطب بنتك هيك وانت ما كان عندك علم يعني هيك هي لو هلا عمل لها المفاجأة عن جد بتوافقي؟ الله يخلي لك ياها يا رب طيب امك كتير رواق ليش ملبكتيني وملبكتيه وملبكتينا؟ نعمة ما هيك الام طب نعمة بس ليش وترتينا؟ ليكي بخبرك شيء في شاب وقفني بالشارع واجا قال لي انه بيحبني واعترف لي وقال يجي يطلبني هيك شغلي يا ماما هيك نعم انا واحدة شو أعمل يعني؟ ما أنت عارفة كنتي معصبة. جلت كتير يعني قدام الكل وقفني صار يعيط ويحكي. أنا شفت حالك ما تعرفين. خلصي ماما خلصي شغلة فلوس. تعديت بكل حديث. ليكي قلت له إيه قال لي أعطيني موعد. وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم ان شاء الله تكون عجبتكم كمان انتم بالتعليقات اكتبوا لي انتم كصبايا بتحبوا هيك يصير لكم مفاجآت وكذا وشو ممكن تكون ردة فعل اهاليكم وانتم كشباب ممكن تعملوا هيك او لا وما تنسوا تحطوا لايك وشير وسبسكرايب فعلوا زر الجرس بشوفكم بحلقات جديده باي